السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله رب العالمين. هذا ما هو اللي بيدك؟ هذا باميه. باميه؟ باميه نعم. ما شاء الله. ايوه. باميه من ساعه كان عندهم؟ ايه بدينا عندنا هكا لنا مزرعه. سبحان الله. ايوه. فين تزرعوا؟ فين المكان؟ هذا ازرع معي مزرعه الساقي انا. في اي منطقه؟ هي حوف الحنش وصاب العالي. وصاب العالي؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الباميه عندكم ساعه الكوسه. الحبات بقيت طبختين. حبه طبختين؟ طبختين ان شاء الله. ما شاء الله يا اخي ما شاء الله، يعني كل الزراعه كذا ولا؟ لا يعني التربه عندنا تمام والخرمش وقد عندنا الرمان البلدي والليمون هكذا كله. وايش تزرعوا غير هذا؟ نزرع غريب وشام وهند وعندنا الخرمش وعندنا خرمش يعني القشطه اللي يقولها قشطه. قشطه سفرجل احنا نسميها سفرجل. ايه اسمها سفرجل. اسمها مع العام خرمش. والحمر عندكم التمر الهندي؟ الحمر عندنا التمر الهندي والحمر موجود كثافه في حوف الحنش وصبعه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم. يعني هذه في محافظه ذمار وصبعه المديريه. تابع محافظه ذمار. نعم. ما شاء الله. تابع المحافظه. وايش اشهر الزراعه عندهم؟ الاشهر. الزراعه مثل ما تقول غرب، شام، هند، هذا في صيف السنه بس انما ينقص علينا احنا الماء والارتوازات، ما معناش ابيره ولا شيء، والدوله تفقدت احنا، ولو كانت تفقدت احنا الدوله لكنا نفعل من هذه الاثمار لاننا معنا ارض خصبه. ومن ايش؟ من ايش يعني عايش المواطن؟ عايش المواطن اللي على ضرع السماء من الماء بس السماء. بس هذا ما عندوش اي قوت غير يعني غير الثمره الذي يدي الله من السماء بس غير، لانه احنا ناقصين مياه وناقصين سدود وما تفقد احنا الدوله. بس كذا؟ نعم. يعني رواتب ما في، موظفين ما في، في وصاب خاصه في وصاب ولا حواجز ولا متفقد احنا ولا من زمان. نعم. حتى من من الناس عاشوا في رخاء وجزعوا في رخاء والارض رجعت الى الخلفيه واحنا ضايعين في القثاره ولا متفقد احنا. بس شوف الثمره. الحمد لله شوف الثمره. نعم. انا ما شفت باميه سعادي. نعم سبحان الله. نعم. سبحان الله. التربه وسيبه ولا من كنت احنا باديره وارتوازات لكنا ذروه وصاب هذا تربته خصيبه يا اخي جدا. ايش اسمك؟ اسمي ابراهيم محمد عبدو. من وصاب العالي. من وصاب العالي حوف الحنش. نعم من مزارعين حوف الحنش مزارعين بس على القدره السماويه. شكرا اخي. الله شكرا شكرا, شكرا.